وثمن أهالي حي الزهور في مدينة تكريت الخطط العمرانية التي يقودها ويشرف على تنفيذها محافظ صلاح الدين، مؤكدين أن حملة تبليط الطرق في الحي أسهمت في تخفيف الزخم وسهلت حركة المواطنين. حقيقة نرى المشاريع الطيبة التي أنجزتها بلدية تكريت وبدعم من السيد محافظ صلاح الدين. حقيقة اليوم هذا الشارع الحولي السايد الثاني هو مخفف للازدحام في مدينة تكريت. نشكر كل الجهود التي بذلت من أجل ذلك، وحقيقة اليوم فرحة كبيرة لأهالي المنطقة وأهالي مدينة تكريت على وجه العموم. إنشاء السايد الثاني وإنشاء منتزهات تخدم المدينة في المستقبل إن شاء الله. التبليط الحمد لله يعني جاري جيد جدا، والعمل إن شاء الله بإتقان. كنا نعاني من هذا الموضوع جدا، يعني قبل ثلث تراب، وحتى أبو تاكسي سيارة كذا ما يقدر ينزل لمنطقتنا. هسه يعني حتى التنقل صار بسهولة، أبو التاكسي وين ما كان نود يعني نقول يوصلنا. سنة جيدة جدا، وصراحة عن يعني هاي السنة إلا بين أعمار وبين شغل. منطقة الزهور تبليط يعني كان مشيها مثل ما نقول ما شاء الله كلها. منذ سنوات عديدة نحن نتأمل تبليط هذا الشوارع والسد الثاني. الحمد لله والشكر سنة 2021 إعادة إعمار صلاح الدين من منطقة الزهور. الحمد لله سنباوع يعني تبليط ملاعب اعمار ان شاء الله، يعني حتى انا احس المواقم اللي يقعد الصبح ويشوف التبليط ويشوف الشغل العمار هنا وهنا تحس بسعاده ان شاء الله تكيت نحو الافضل ان شاء الله بجهود البلديه في محافظه صلاح الدين وجهود الخيرين في المحافظه.